عارفين كل مشاكل لاعبينا نعم. يعني بالتفصيل عارفين مشاكل لاعبينا. أربع المباراة دائما بنكون مشتتين فيها، الربع الأول الهدف الأول للمريخ في الربع الأول، الهدف الثاني في الربع الأخير من الشوط الأول ككل. فدائما مشكلة الأرباع كل الأندية كل المنتخبات السودانية، ربع الساعة الأولى وربع الساعة، أنت كمدرب ده الوقت طالما أنت عارف أن دي الأوقات اللي فيها شروز ذهني، أنت المفروض تركز في أنه تكون مع اللاعبين متابع لحظة بلحظة. يعني المدرب لو كان مباشرة وجه صلاح أنه يرجع يقفل وما يحتج كان ممكن يعالج المشكلة. لكن نرجع ونقول أنا ما عندي مشكلة أنه صلاح يلعب ومجتهد يقدم نفسه في الظهير الأيمن، لكن فكرة أنه تشطب الظهير الاحتياط ويكون الأساسي، ومسألة شطب مية عبدين نفسها عليها لغط كبير جدا. هي يعني كانت إشكالية يعني كبيرة كمستوى مثلا مية عبدين ما بتشطب بكل أمانة، يعني في أسماء كثيرة أقل منه، في كثافة كبيرة في خط الوسط كان ممكن تشطب من لعبة الوسط، ففي ملفات غريبة جدا. في المريخ نفس الشيء، في كثافة كبيرة جدا في خط الوسط، وحنتكلم في الجزئية الخاصة بالمريخ وإعداده، وعنده مهاجم واحد هو المسكين. يعني أنا أقول المسكين الجزولي نوح، لأنه صراحة مغدر جدا الموقف اللي هو فيه، إنه الاعتماد الكبير عليه كمهاجم وحيد وهو لاعب صغير الصغير حتى في عمره دو الضغوط الممكن تواجهه في الفترة الجاية لو ضيع فرصة في مباراة مهمة، لو حصل أي حاجة كلها وضاع ممكن في مباراة صن داونز ضاع فرصة مهمة. نعم. وفي البداية في البداية الجماهير بتغدر عدم خبرته وغيره، لكن لما نوصل في محك حقيقي بعدها بتبدأ تصهر الأصوات اللي ممكن تنتقده. فنتمنى ما تحصل الحاجة دي. القرارات الإدارية في أنديتنا غريبة، الدوري الممتاز نفسه نحن في بداية الموسم أوكت الجمعية العمومية للاتحاد العام سمعنا وعود كثيرة جدا عن تلفزة، عن وصلنا الآن الجولة السابعة وما في تلفزة، عقود رعاية، عن تفاصيل كثيرة جدا. حاليا ما في تلفزة، ما في عقود رعاية،